للحديث عن دور الميليشيات المولية لإيران في استمرار الحرب في اليمن وضرب دول الجوار وزعزعة استقرار المنطقة، معنا عبر الهاتف من اسطنبول السيد ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي اليمني. السيد ياسين، بداية مرحبا بك. التحالف العربي يؤكد وجود دور لميليشيا حزب الله لاستهداف الأراضي السعودية، ما المبرر لوجود هذه الميليشيا في اليمن؟ طبعا وجود حزب الله والحرس الثوري في سياق الحرب اليمنية هذا أمر ليس بالجديد، هم شركاء في هذه المعركة ويدعمون الحوثيين ويقدمون الخبرات المختلفة سواء على مستوى تركيب وإعادة تشغيل وإطلاق الطائرات المسيرة أو على مستوى إطلاق تركيب وإعادة وإطلاق الصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى الخبرات الميدانية والإسناد الميداني والتسليح والإمداد التسليحي الذي لا يكاد يتوقف عبر البحر، والذي يعني يقع أحيانا من وقت لآخر بيد القوات الدولية في بحر العرب أو في خليج عمان. وهناك تضامن طائفي تعبر عنه هذا التحالف العسكري القائم بين الحوثيين وحزب الله وإيران، وهذا التورط بطبيعة الحال لا يخفي لا حزب الله ولا الحرس الثوري ولا إيران، وإيران هي الدولة الوحيدة التي تقيم علاقات دبلوماسية مع طرف غير شرعي في صنعاء، وبالتالي اليوم نحن أمام أطراف هي جزء أساسي في هذه المعركة. هذا الاستخدام لميليشيا خارجية تحمل ذات التوجه الأيديولوجي يعني يحمل بالضرورة ربما يعني على التوالي يحمل إيران مسؤولية ما يجري في اليمن، إلى أي مدى ذلك صحيح؟ هذا الأمر اليوم بات يعكس قناعة المجتمع الدولي وبأن إيران هي المسؤولة عن إطالة أمد الحرب، لأنه لولا الأسلحة التي تطفى للحوثيين لما استمرت المعركة حتى الآن. وهذا الإمداد وهذا الدعم الواضح وهذا التشجيع وهذا التصلب من جانب الحوثيين هو الذي يبقي الحرب قائمة ومعاناة الشعب اليمني مستمرة، وهذا الأمر صحيح بالفعل، ولكن يبقى أيضا أن هناك خيارات أخرى وهو قطع يد إيران في اليمن، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تصعيد عسكري نوعي لا يكتفي بالضربات الجوية وإنما ينتقل إلى دعم عسكري للجيش الوطني بأسلحة نوعية، وعلى الأقل السماح للحكومة اليمنية بأن تستثمر مواردها في الحصول على أسلحة تسمح لها، وللجيش الوطني في تغيير معادلة المواجهة مع الحوثيين من الدفاع عن المعاقل في مأرب وفي سعد وفي غيرها إلى الهجوم المضاد الذي ينهي الوجود السياسي والعسكري للحوثيين، وبهذه الطريقة يمكن إنهاء دور إيران وخطرها العسكري والسياسي على المنطقة الدراماتية. مع وجود دور إيران في المنطقة يعني هناك دور أيضا لميليشيا الحوثي، يعني بعد كل ما قاموا به في اليمن ميليشيا الحوثي إلى أي مدى يمكن اعتبارهم طرفا شرعيا يمكن التفاوض معه؟ للأسف الشديد هناك أطراف إقليمية تورطت في التعاطي مع الحوثيين كطرف سياسي، وهناك من يتعامل معهم كقوة أمر واقع، وهذا هو مخطط قديم. وفي النهاية نحن ينبغي أن لا ننسى أن الحوثيين وما قاموا به والاختراق العسكري الذي أنجزوه وكان تحت أنظار المجتمع الإقليمي للأسف الشديد، وكان الحوثيين هم جزء من ثورة مضادة في اليمن، ولهذا حققوا ما حققوا حتى الآن من إنجازات عسكرية وتمكنوا من أن يرثوا إمكانية الدولة اليمنية لكي يخلقوا كل هذه المصاعب أمام الشعب اليمني. فالحوثيون بطبيعة الحال اليوم خيارهم الوحيد هو المواجهة العسكرية وخوض العملية يعني العسكرية. هناك دور هادم إن صح التعبير. هناك دور هادم إن صح التعبير للحل السياسي تمارسه ميليشيا الحوثي. ماذا تبقى من الحل السياسي أستاذ ياسين والذي تطرحه الأمم المتحدة؟ لا مجال للحل السياسي، المعركة هي سيدة الموقف، وهذا الأمر لا يرتبط بجميع الأطراف وإنما بالحوثيين ومن ورائهم إيران، هم يعتقدون أنهم حققوا مكاسب كثيرة وبالتالي ليسوا في وارد التنازل عن هذه المكاسب بالذهاب إلى عملية سياسية تضعهم على قدم المساواة مع بقية الأطراف. هم يرغبون في حل إنجاز سياسي يقوم على ثنائية يعني تضم الحوثيين ومن خلفهم إيران والسعودية وتهمش وتقضي السلطة الشرعية، وبالتالي الحوثيين يريدون هذه المعركة أن تنتهي إلى نصر سيدعون من خلاله أنهم حققوا ليس على الداخل وإنما على الخارج، وبالتالي هذا سيجعلهم أكثر تسلبا في التعبير عن طموحاتهم السياسية وفي إقصاء المجتمع اليمني واستهدافه. ولهذا أنا في تقديري أنه لا يمكن الخروج من هذا المأزق إلا من خلال عملية عسكرية شاملة تنهي وجود الحوثيين بالكامل. شكرا جزيلا من اسطنبول السيد ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي اليمني، شكرا لك.